يعني احنا في اخر جلسه لهذا المؤتمر، وقبل ما عندي يعني الجلسه الاخيره، انا بشيد بهذا المؤتمر والمجهود اللي تم بذله بواسطه الساده المسؤولين في جمعيه المهندسين الكيميائيين والرعايه اللي تمت من الوزارات المختلفه. البحث الاول باسم الدكتور حمدي نور الدين، نور كونسلتنج، ديجيتال توين اند انتليجنت انتجريتد مانيفاكتشرنج تكنولوجيز اند ديجيتايز سوليوشن. هو دكتور حمدي مش موجود في القاهره، ولكن هنتكلم عنه. الدكتور حمدي نور الدين، مانجنج دايركتور اند برنسيبال كونسلتنت، بليس اوف ورك نور كونسلتنج، لوس انجلوس، يو اس اي. كواليفيكيشنز باتشلر ان كيميكال انجينيرنج، الورك اكسبيرينس بروسيس انجينير، انسترومنتيشن اند كنترول، ادفايسد كنترول اند ديسيشن سبورت سيستمز، ديجيتال ترانسفورميشن. البيبر باسم الديجيتال توين ويز انتجريتد انتليجنت ديجيتايزد مانيفاكتشرنج سوليوشنز اي اي دي ام اس تو الاو يوزرز تو ورك ويز سمارت اند انتليجنت اسيتس اند انكريز بروفيتابيليتي ويز ديجيتايزنج تكنولوجي. اللي هيلقي المحاضره المهندس عبد المنصف اي ار سي، موجود؟ اتفضل. خريج ايه يا عبد المنصف؟ انا خريج الجي سي جامعه الاداب القاهره. تخصص ايه؟ الكترونكس. طب انت ايه علاقتك العلميه بالدكتور حمدي نور الدين؟ انا اتخرجت من الجامعه الالمانيه في بالقاهره سنه 2011. عملت بعد كده ماجستير في جامعه شتوتجارت وبتعاون مع جامعه شتوتجارت والجامعه الالمانيه في موضوع الديجيتال ترانسفورميشن والانتجريشن بتاع الكنترول سيستم بالاي او تي او بالانفورميشن تكنولوجي. لما رحت اي ار سي الباشمهندس حمدي كان هو الكونسلتنت لينا، واشتغلنا مع بعض لمده 3 سنين على تطبيق البحث ده في الشركه عندنا، وفي نفس الوقت تعلمت منه حاجات كتير بخصوص الديجيتال ترانسفورميشن. اتفضل. تمام. النهارده هنتكلم على الديجيتال ترانسفورميشن ومفهوم الديجيتال، ايه هو ديجيتال وايه علاقه ده كله بالديجيتال توين. طيب كلمه ديجيتال معناها، حاول تخلي قريب. كلمة ديجيتال معناها ان انا بترانسفير كل حاجة لزيرو او وان، الباينري كود بتاعي. طيب ديجيتايزيشن هي البروسيس اللي باتشيف بيها الكلام ده. طيب الديجيتالايزيشن معناها لو انا عندي بزنس بروسيس معينة او فانكشن معينة عايز احقق سولوشن يحقق الفانكشن دي، فبستخدم التكنولوجي ان انا احول البزنس بروسيس دي الى ديجيتال موديل. وبالتالي نقدر نعتبر ان الديجيتايزيشن والديجيتالايزيشن هما وجهان لعملة واحدة. الاثنين بيعبروا عن مفهوم واحد. طيب يبقى معنى كده ان ديجيتال ترانسفورميشن هو ان انا اكتر من استخدام التكنولوجي في تحويل الداتا اللي عندي الى شكل ديجيتال. عشان احقق الكلام ده محتاج اطبق الكلام ده على 3 مستويات. اول مستوى خالص ان انا ابدا اعمل ديجيتايزيشن للانجينيرنج داتا اللي عندي. الانجينيرنج داتا دي بتبقى زي الديزاين موديلنج، زي الكاد دروينج، زي 3 دي مودلز، اي حاجه بستخدمها عشان اعمل بيها عمليه الانجنييرنج قبل ما اطلع الاندستري الارض الواقع. تاني ليفل وهو ليفل الاوبريشن، خلاص الديزاين بقى عندي كامل وابتدى يتحط في الاوبريشن، فهبتدي دلوقتي ان انا اتعامل مع الاسيت، اخد منه ريل تايم داتا بتاعته واحول الريل تايم داتا دي كلها لديجيتال انفورميشن اقدر اعمل لها بروسيسنج واعمل لها اناليتكس واعمل لها اناليسيس. تالت لاير اقدر اعمل عليها عمليه الديجيتايزيشن وهي الانفورميشن تكنولوجي او الكوربريت نتورك. انا لو على كوربريت نتورك وفي ابلكيشنز كتير زي الساب وماكسيمو وزي شيبنج داتا او بلاننج داتا، اقدر ان انا عن طريق الترانزاكشن دي احولها لشكل ديجيتال، فهيكون عندي 3 لايرز كل لاير فيهم فيها ديجيتال داتا. الديجيتال داتا يقدر يحصل بينهم ترانزاكشن ويقدر يحصل تبادل الداتا ما بين الثلاثه لاير وبعض، واحقق مفهوم الديجيتال ترانسفورميشن. الكلام ده هيبان عندي في اكزامبل. زمان لما كنا بنعمل مثلا ميجرمنت الفاريبل معين في الاندستري او كنا بنعمل كنترول على حاجه معينه،
كنا بنستخدم الاول الديبنج مثلا في التانكس، بعد كده ابتدينا نعمل الكلام ده نيوماتيك ميجرمنت، ابتدينا بعد كده نستخدم الانالوج، دخلنا الديجيتال وعملنا فلتريشن للسيجنال، ودلوقتي دخلنا الوايرلس سنسورز، ووصلنا لمفهوم جديد دلوقتي هو الاي او تي او الاندستريال انترنت اوف ثينجز، بقى السنسور نفسه بينقل القرايه على الكلاود للمانوفاكتشرر، والمانوفاكتشرر بيستخدم القرايه اللي جايه من السنسور عن طريق الانترنت ويبدا يعمل عليها فيرذر بروسيسنج ويطلع لي دايجنوستيك داتا. انا مش هخش في كل التفاصيل دي بس عشان ما نضيعش وقت كتير والوقت ما يسرقناش. نقدر نقول دلوقتي ان الديجيتال ترانسفورميشن عدى بمراحل كتير جدا، ابتداء من سنه 1780 لما حصلت الثوره الصناعيه الاولى، ودي كانت بنستخدم فيها القوى الميكانيكيه. بعديها بحوالي 90 سنه ظهرت الثوره الصناعيه الثانيه، ودي ابتدى يخش او الدرايفر ما يبقاش الميكانيكا في الحاله دي، يبقى الكهرباء او الباور، وابتدت تعمل درايفنج للميكانيكس، وابتدى يظهر مفهوم الاسمبلي لاينز وخطوط الانتاج. سنة 1970 ظهر أول مفهوم للأوتوميشن سيستم أو الكنترول سيستمز، ابتدى يخش المايكرو إلكترونيكس والمايكرو بروسيسورز في الصناعة، وابتدى يكون عندي الأوتوميشن سيستم مكون من سكادا أو دي سي اس أو بي ال سي، هو اللي بيدرايف الكوماند بشكل ديجيتال للإلكتريكال، وبالتالي الإلكتريكال هدرايف الميكانيكال. بعدها ابتدى ظهور الأوتوميشن سيستم إن أنا أستخدمه في الريموت لوكيشن والأوف شورينج، الى ان ظهرت الثوره الصناعيه الرابعه. ودي كانت باستخدام الديجيتال ترانسفورميشن، ان انا اخد الداتا من الاوتوميشن سيستم وابدا ادخلها على هاير لايرز يتعمل لها فيرذر اناليتكس، ومن الاناليتكس دي ابدا اخد ديسيجنز بتساعدني في عمليه الصناعه. مؤخرا في معرض هانوفر سنه 2011 ظهر مفهوم جديد اسمه الـ X.0 أو الـ 5.0، وهو إن الـ Digital Transformation وحده ما كانش كفاية إن يطلع لي Advisory Messages أقدر أدرايف بيها الـ Operator Action أو إن أنا أساعد فيها على اتخاذ القرار. بالعكس دلوقتي بقى يحصل Interaction، Mutual Interaction ما بين الماشين وما بين الـ Operator أو المشغل للآلة دي، وابتدى الماشين نفسها تاخد ديسيجنز او تتعلم يعني عن طريق الماشين ليرنينج تبدا تتعلم او يحصل كوبريشن ما بينها وبين الانسان وتاخد ديسيجنز بيزد على الانبوتس اللي هو بيديها لها بشكل انتراكتيف. نقدر نقول دلوقتي ان الديجيتال ترانسفورميشن زمان كان 3.0، واحنا لغايه النهارده في مصر في المرحله بتاعه 3.0. النهارده كل العالم شغالين ان هم يعملوا ابجريد للمفهوم بتاع اندستري 3.0 في الصناعه من 3.0 ل 4.0، والاكس بوينت 0 اللي هو الانتراكتيف دي الحاجه اللي العالم كله هيفوكس عليها الفتره اللي جايه. طيب اكزامبل بسيط، لو انا عندي سيمبل كنترول لوب هي عباره عن ترانسميتر وفالف، الترانسميتر والفالف ان كلوز لوب، لو هم بينقلوا الداتا بتاعتهم على اي يوزر انترفيس ستيشن، الداتا فيجواليزيشن دي لو خاضعه للقرار بتاع اوبريتور او مشغل الاله، القرار ده بنسبه ممكن يكون فيه اكيورسي او غير حكيم او قرار خاضع لبيرسونال ديسيجن فيترتب عليه كوست. عشان اخلي الكوست ده يحصل له سيفنج، اول حاجه لازم اريبليس الهيومن ديسيجن باوتوميتد ديسيجن. الاوتوميتد ديسيجن ده عن طريق مجموعه من الابلكيشن او الديجيتال ابلكيشن فيها بتستخدم الجوريثمز او موديل معين او ارتفيشال انتليجنس انجن، وهتبدأ تطلع القرار اللي هيرجع تاني للكلوز لوب يقفلها ويتحكم في الفاينل إليمنت عن طريق فيريفايد ديسيجن. في الحالة دي هكون عندي توفير في الكوست. طيب القرار اللي هيطلع ده ممكن يكون حاجة من اتنين، يا إما يكون زي ادفايزوري مسج تطلع للأوبريتور تقول له أنت أحسن حاجة عشان تحسن الوضع اللي أنت عليه أنك تعمل واحد اتنين تلاتة، أو إن هي ممكن تكون أوتونومس ديسيجن. الاوتونومس ديسيجن هيتحكم لوحده بالفيدباك على الفاينل اليمنت ويبدا يخلي الماشين نفسها تاخد السيلف ديسيجن، زي لما يكون عندي سيلف درايفنج كار هتاخد الانبوتس من الواقع المحيط، ايه اللي واقف قدامي، ايه اللي جنبي، السنسورز كلها شغاله، الترافيك فين، وعلى هذا الاساس هتبدا تاخد سورس وديستنيشن وتبدا انها يعني تاخد الديسيجن نفسها لغايه ما تتحرك من السورس للديستنيشن بيزد على قرايات الواقع المحيط. طيب بيزد على كده الاي اس اي ستاندرد حدد ان في كذا
بزنس بروسيس موديل. لو انا استخدمت التكنولوجي مع البزنس بروسيس دي اقدر اطلع فانكشن او سوليوشن. بمعنى لو انا عندي مثلا مانيفاكتشرنج اوبريشن مانجمنت او عندي يعني عايز يكون عندي سوليوشن او عندي بزنس بروسيس للمانيفاكتشرنج من ناحيه الصناعه او من ناحيه البرودكشن، هل لو استخدمت معاها اي نوع من انواع الديجيتال ترانسفورميشن او انجينيرنج او الاوبريشنال تكنولوجي اقدر في الفيلد ده اعمل فانكشنز كتير. من امثلتها البوست مورتم اناليسيز، ان انا اقدر اعرف ايه اللي سبب الشت داون او ايه اللي سبب الفيلير في الايكويبمنت دي، اقدر اعمل روت كوز فيلير اناليسيز. يبقى معنى كده الفانكشنز دي بيحصل لها ديريفيشن عن طريق استخدام البيزنس بروسيس والتكنولوجي. فلو جينا هنا لقينا الترديشنال ريفاينرز او الترديشنال فاكتوريز هيكون فيها الفيلد ايكويبمنت، تاني حاجه البروسيس اوتوميشن وهو ده الاندستري 3.0 بيقف عند كده. الاندستري 4.0 ابتدى يدخل تو ايتمز جداد وهما المانيفاكتشرنج اوبريشن مانجمنت والانتربرايز ريسورس بلاننج. فقسمهم تو لاير، لاير منهم مسؤول عن كل البيزنس ديسيجنز المسؤوله بعمليه الانتاج، والتاني الانتربرايز ريسورس بلاننج اللي هو البيزنس ديسيجنز المسؤوله عن عمليه الريسورس بلاننج والانفورميشن تكنولوجي. طيب عندنا داتا بوبوليشن او انفورميشن طالعه من الفيلد او الديستريبيوتد كنترول سيستم وطالعه لغايه الانتربرايز ريسورس بلاننج. عندنا نفس الوضع سايبر سيكيورتي، لازم نعمل حسابنا ان الداتا اللي طالعه ما ترجعش تاني حفاظا على الانتجريتي بتاعه السيستم وان ما يحصلش اي اتاك او هاكينج على الكنترول سيستم من الانفورميشن سيستم. ثانيا عندنا فيجواليزيشن على كل لاير من الثلاثه لايرز دول، في فيجواليزيشن موجوده في الدي سي اس والسكادا، في فيجواليزيشن موجوده على البيزنس ابلكيشنز المسؤوله عن عمليه الانتاج، وفي فيجواليزيشن موجوده على الانتربرايز ريسورس بلاننج زي الساب وزي الماكسيمو. طيب along اللايرز الاربعه دول في انتجريشن بيحصل ما بينهم كلهم سواء بشكل فيرتيكال او بشكل هوريزونتال. يعني مثلا المانيفاكتشرنج اوبريشن مانجمنت هي جواها عدد من السيستمز او عدد من الديجيتال سيستمز كلهم بيكلموا بعض عن طريق هوريزونتال انتجريشن، وفي نفس الوقت بتاخد الداتا من اللاير اللي تحتيها اللي هي البروسيس اوتوميشن عن طريق فيرتيكال انتجريشن. في ورك فلو دلوقتي ممكن يحصل له ديريفيشن. فور اكزامبل لو انا عندي موتور، الموتور ده بيرن لعدد معين من الساعات وعايز ادرايف المينتنس بتاعته في الاي ار بي بيزد على النمبر اوف اورز اللي الموتور ده بيشتغل. ففي الحاله دي الداتا هتطلع للبروسيس اوتوميشن عن طريق الانتجريشن، هيمشي فيرتيكال في الموديول بتاعه المانيفاكتشرنج اوبريشن مانجمنت، ودرايف باك ورك فلو للاوبريتور عن طريق ادفايزري مسج ان انت لازم تبرفورم الصيانه الدوريه على الايكويبمنت دي عشان تحافظ عليها. واخيرا هي الاوبتمايز تارجت او سيت بوينت. زمان كان او لغايه النهارده في مصر الصناعه او الايكويبمنت وصلت على البروسيس اوتوميشن سيستم، وعلى هذا الاساس اي تارجتس كانت بترجع من الاوبريتور او بترجع من الاوتوميتد سيستم او الاوتوميتد كنترول او ريجولاتوري كنترول. دلوقتي في وجود المانيفاكتشرنج اوبريشن مانجمنت والانتربرايز ريسورس بلاننج بقى القرار فيه حكمه اكتر، مرتبط ببزنس ديسيجنز اكتر مش مرتبط باوبريشن ديسيجن بس، فهيكون مور اوبتمايزد والتارجتس والسيت بوينت هتيجي من هاير لاير مش بس من الاوتوميشن سيستم. طيب في الريفاينرز عامه في كذا بزنس بروسيس من ضمنها ان انا اعمل ريجولاتوري للبيئه والسيفتي، ريجولاتوري للانتاج والكواليتي بتاعه البرودكت او الفيد ستوك، ان انا احسب الانفنتوري اللي عندي سواء كان سوليد او ليكويد، وفي نفس الوقت ان انا اشوف الريلايبيليتي والمينتنس بلان بتاعه الاسيتس. الكلام ده عشان يتعمل بيتعمل عن طريق اي بزنس بروسيس من دول عشان اعملها بعمل لها الاول ديفاين الريكويرمنتس بتاعتها، الوكيت الريسورسز لكل حاجه من الريكويرمنت دول، واحدد بلان او سكيدول للتاسكس دي. فكده انا عملت حته البلاننج. هيتفضل ان انا انفذ او اكزكيوت التاسكس اللي البيزنس بروسيس دي بتتطلبها، زي ان انا اعمل المطلوب مني وكولكت الداتا كفيدباك بيزد على حصل. المفروض في كل بزنس بروسيس عشان اتشيف ان هي دايما بتتم بكي بي ايز عاليه لازم اتراك البرفورمانس بتاع البزنس بروسيسز دي، وعلى هذا الاساس اشوف الاناموليز اللي بتطلع واعالجها في السايكل الثانيه للبزنس بروسيس في كلوز لوب عشان اضمن دايما ان انا بعمل البزنس بروسيس بالشكل الصحيح او بالكي بي ايز المطلوبه مني. التكنولوجي هنا اللي استخدمناها دي نفس الصفحة، ولكن بنقسم البيزنس بروسيس لسب كومبوننت او كل بيزنس بروسيس فيها فانكشنز ايه.
في حته الكومبلاينس للسيفتي او البرودكشن او البرودكت كواليتي وحسابات الانفنتوري والريلايبيليتي. وفي نفس الوقت ده ما يمنعش ان along layers دي لازم يكون في layer higher layer هي اللي بتجمع الداتا دي كلها من layers اللي تحت وتديني proper visualization للسيستم. الفيجواليزيشن دلوقتي بقى ليه انواع كتير زي ان انا استخدم الفيرتشوال رياليتي، ممكن استخدم الاوجمانتد رياليتي. لو انا عندي كونتنت دوكمنت مانجمنت سيستم اللي بيكون فيه البي ان اي ديز والستاتيك داتا او الداتا شيتس، اقدر برضو ان انا اعمل ديجيتال توين، وده اللي هنتكلم عنه او كل المقدمه دي عشان خاطره. كونتكستواليزيشن اللي هي تعتبر البروسيجرز بتيجي للاوبريتور عن طريق نوتيفيكيشن او ادفايزري مسجز، وفي نفس الوقت الداشبوردز والداتا فيجواليزيشن. طيب هنركز على الحته المهمه جدا في موضوع الديجيتال توين، ان الداتا لازم تتحول لانفورميشن، الانفورميشن بعد كده بتتحول لنوليدج عن طريق الاناليتكس، وبالتالي بيحصل الويزدم ان الماشين نفسها بتبقى قادره على اتخاذ القرار، سواء تديك ادفايزري مسجز او ان هي تاخد الاوتونوموس اكشن. دي برضو examples في الصيانات، لو انا عندي امتى اعمل corrective action وامتى هيكون في autonomous action في هنا، فبالنسبة لي مش هتحتاج الماشين انها توصل لمرحلة انها تperform corrective action، لان ال control system او ال upper layer هتساعد دايما انها تحافظ في الماشين على الhealth conditions بتاعتها. طيب اهم حاجة دلوقتي عايزين نتكلم عليها هي ال 5D asset visualization وهي digital twin. الديجيتال توين هو مفهومه، لو انا عندي كذا نوع من انواع الاسيت، الدامب اسيت ده اللي هو ما بيكونش متوصل باي حاجه في الفيلد، الميديوكر اسيت هو اللي بيدي الداتا للكنترول سيستم، وده في التراديشنال اندستري 3.0 وبياخد منه الداتا وبيرجع له الريجوليتوري كنترول سيستم. السمارت اسيتس هي اللي بتبقى متوصله بالمام والاي ار بي اللي اتكلمنا عليهم دلوقتي الابر لاير، فبالتالي الديسيجن هيكون مش مجرد كنترول او ريجولاتوري كنترول، هيكون ادفانسد كنترول مور اوبتمايزد كنترول، وجايه له داتا من البيزنس ليه علاقه بالشيبنج او البلاننج او البروسيجرز. الى ان ظهر مفهوم الديجيتال توين، وده الغرض بتاع البرزنتيشن النهارده. الانتليجنس اسيت مش بس بيكلم البروسيس كنترول والمام والاي ار بي، لا كمان بياخد داتا من الديجيتال توين، وابتدى القرار في السيت بوينت تكون اكثر حكمه، لان الداتا بتطلع للمانوفاكتشرر بيحصل عليها مور اناليتكس باستخدام ارتفيشال انتليجنس انجن او كاينيتك موديل، وهيبقى زياده عندي ان المانوفاكتشرر او اللايسنسور بيديني داتا دايجنوستيك عن الكاتاليست دايجنوستيك داتا او المشين دايجنوستيك داتا، هتساعدني اكثر في اتخاذ القرار من ناحيه الكنترول. دي نفس الموضوع بس اكزامبل على بامب، لاحظنا هو الموضوع زي ما شرحنا بالظبط، ان اللايسنسور او البامب مانوفاكتشرر بياخد الداتا بتاعت السولينويزر اللي هي البامب نويز، وعلى اساسها بيبدا يحسب كي بي اي الزياده ترجع للكنترول سيستم خاصه بالبيست انرجي انفلوب او البيست ريلايبيليتي انفلوب، البامب تقدر تشتغل فيه من غير ما يحصل فيها اي مس كنترول. هنا برضو بالنسبه للبروسيس، لو في لايسنسور عنده داتا على رياكتور موديل لايسنسور كاينيتكس، هنبعت له الريل تايم داتا، وفي نفس الوقت هيرجع دايجنوستيك ريبورت ليها علاقه بالكاتاليست اكتيفيتي الكوكينج الاليرتس، ازاي نعمل ريجنريشن للكاتاليست، كل دي بروسيجر بترجع تاني من الكلاود زياده على الريجولاتوري كنترول الموجود عندي. اخيرا ودي اخر سلايد، لو انا عايز احقق ديجيتال توين، الديجيتال توين بيربط لي كل حاجه عندي في الريفاينري ببعض. لو عندي موم سيستم بيعمل ثيكنس كالكوليشن، ريل تايم داتا بيز زي بطلع منها الفلو والتمبرتشر والبريشر، عندي تيرن اراوند او مينتننس بلانز، عندي حاجات ليها علاقه بالسيفتي بتحسب لي الفيبور كلاود او اتجاه الفيبور ماشي ازاي، لو انا بطلع الريسك سكورنج بتاع كل اكويبمنت، بالاضافه الى الديزاين داتا اللي جايه من الدوكمنت مانجمنت سيستم والارتس جايه من البيزنس انتليجنس، عندي الاي ار بي كمان هيبعت الافيلابيليتي بتاعت الماتيريال من الماتيريال مانجمنت، الكوست بتاعت المينتننس والكوست بتاعت التشغيل والورك اوردر. في الحاله دي هيكون عندي 5 دي اسيت فيرتشواليزيشن وديجيتال توين في 3 دي دايمنشنز بتاعت كل اكويبمنت، التايم تو بيرفورم المينتننس والكوست تو بيرفورم ذس مينتننس، وبالتالي ده المفهوم الجديد بتاع ال 5 دي وازاي الديجيتال ترانسفورميشن ساهمت في ظهور المصطلح ده. وشكرا. والأسئلة والمناقشات هتبقى في نهاية السيشن إن شاء الله.
البيبر الثانيه